بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جولتنا هتكون من منطقة السوق المثقوف، لكن هتكون مختلفة تماما لانها في وقت مش متعودة ان انا اعمل لكم جولة فيه، وهتكون الجولة في وقت المغرب اللي هو بيكون خلاص كل المحلات بتاعت السوق المثقوف جوه قفلت، وبيتحول المكان زي ما حضراتكم شايفين كده زي العتبة عندنا في مصر كده مصغرة، أو زي المسك باع جائلين كتير موجودين في المكان. تعالوا نشوف الجولة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا مع جولة جديدة من جولات مصرية في بورصة. طبعا الأسواق القديمة هنا زي السوق المثقوف بيكون ليها مواعيد للفتح والغلق، فميعاد الغلق بتاعها بيكون في الشتاء الساعة 7:30، وفي الصيف الساعة 8 تقريبا. بتلاقي كل المحلات بتقفل، وكمان بيبقى فيه بوابات حديد كده على السوق من الداخل بتقفل المكان خالص، زي سوق الذهب وبعض الأسواق المغلقة زي كوزا خان والحاجات اللي هي مقفولة دي كلها بتقوم مقفولة بقى ببوابات حديد، وخلاص المكان بيتقفل. بيفضل المنطقة اللي هي دخلة السوق المثقوف بينتشر فيها الباعة الجائلين، وبيبتدوا ان هم يبيعوا بضاعتهم في الوقت ده. وبيكون كمان في طبعا المحلات الكبيرة برة الخاصة بتقفل الساعة 10، زي مثلا LC وديفاكتو وبعض المحلات الملابس العادية ما بتقفلش قبل الساعة 10، لكن الساعة 10 بالظبط بتكون بتقفل. فزي ما حضراتكم شايفين كده احنا ماشيين، ده كان تقريبا في وقت اذان المغرب، كان خلاص المغرب هيأذن. هنا ده سيتش آل اللي انا قلت لكم عليه فتح جديد، بس للأسف مرضيش يخليني اصور، قال لي ممنوع. عامل عروض الزيت ب124.90، والقهوة التركي ب120، واللقوم بيبدأ من 35، والعدس الأصفر ب20، والمكسرات كلها كمان عليها عروض. ففرصة دلوقتي اللي موجودين في بورصة ان انتوا تروحوا تشتروا حاجات منه. كمان الرز، في نوع رز ب15 ليرة، ففرصة ان انتوا تشتروا منه. تعالوا بقى نشوف فعلا الوقت ده المنطقة بتتحول زي عندنا كده المسكي باع جائلين كلها، وروح كده بحسها بصراحة انها روح مصرية، وحتى كانوا مشغلين كمان اغنية مصرية يمكن سمعتوها في الخلفية. هنا كمان في طبلوهات حلوة جدا، تعالوا نشوفها. كلاي جالسن كلاي جالسن نيكادار او تشيز. بيبيع الطبلوهات ديت ب 300 ليرة، جميلة جدا بصراحة. اللي عايزه اقول لكم بس خبر مش حلو شويه، معلش، ارتفاع اسعار جديد وارتفاع رسوم او بعض الرسوم، زي ارتفاع النوتر والمعاملات الحكوميه بنسبه 50%. طبعا النوتر ده اهم حاجه لما بنوصل لتركيا، اوراق كتير بتبقى محتاجه ممكن لنوتر، وكمان عقد الشقه بيتنوتر او بيتثبت يعني في زي الشهر العقاري كده عندنا في مصر. فالسعر هيزيد 50% للأسف من يوم 10 يوليو. كمان هيزودوا القيمة المضافة، الحاجات اللي كان عليها قيمة ب8% هتزيد ل10%، واللي كانت القيمة المضافة عليها 18% هتوصل ل20% للأسف. كمان المنظفات
كمان المنظفات هتزيد قيمه او ضريبه القيمه المضافه عليها بدرجه كبيره، يعني هتزيد من 8% ل 20% ما عدا فرش الاسنان ومعجون الاسنان. فطبعا زياده هتبقى في حاجات كتير، واهم حاجه كمان في ناس كتير بالنسبه للتتريك هيزيد من 6091 ليره للتتريك الى 20000 ليرة لتتريك الموبايل. فطبعا زيادة كبيرة جدا في حاجات كتير، وخصوصا يعني من اهم الحاجات اللي تهمنا هي المعاملات الحكومية. احنا هنا وصلنا للميدان المجاور لمحطة شهري كوستو. طبعا هما بيبيعوا الحاجات اللي بتبقى في الشارع دي، تقدروا ان انتوا تشتروا حاجات منها بتبقى باسعار اقل، بتبقى كويسة، زي مثلا التيشيرتات سعرها تقريبا بيبقى من 80 ل 100 ليرة. وحاليا برضو في عروض على التيشيرتات في ال سي عاملة حوالي 150 ليرة، وفي بعض التيشيرتات عاملة 130 ليرة، ففرصة برضو للي حابب يشتري. هنا بيبيع أطقم الأطفال ديت ب50 ليرة الطقم. ان شاء الله بعد الزيادات دي هعمل لكم تحديثات للاسعار باذن الله في جميع المجالات، وخصوصا طبعا الماركت والبازار، وهنشوف مع بعض الاسعار في المرحله اللي جايه باذن الله. وطبعا معروف ان كمان الحد الادنى للاجور هنا زاد واصبح 11402، هما بيسموه هنا الراتب العسكري. مع العلم ان الليرة حاليا انخفضت ووصل سعر الدولار لحوالي 26 ليرة وعشر قروش، وده برغم ان هم رفعوا سعر الفايدة تاني في البنوك ل15%، وكان المتوقع ان الليرة يعني هترتفع شوية، لكن اللي حصل للأسف العكس. اليومين دول على فكرة الجو حر جدا في تركيا، للي جاي برضو حابة ان انا اعرفكم الجو حر جدا، بس يعني بيقولوا ان بكرة وبعده ان شاء الله اللي هو السبت والحد درجة الحرارة هتقل، لكن هترجع ترتفع وتوصل لحد 34 في الايام اللي بعدها من يوم الاثنين ان شاء الله. وده طبعا بالنسبة لولاية بورصة. احنا هنا قدام ال سي ودي فاكتو المجاورين لمحطة شهري كوستو، وهندخل دلوقتي على محطة شهري كوستو، ولحد هنا وبتنتهي جولتنا النهاردة. يا رب تكون الجولة عجبتكم، ما تنسوش لايك للفيديو، واللي اول مرة يشوف القناة يساعدني باشتراكه ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة من جولات مصرية بورصة.